برحب بيك كابتن شوبير، وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. بعد ساعات قليله من خروجه من العنايه المركزه باحدى المستشفيات الخاصه بعد اصابته بوعكه صحيه خطيره، كاميرا ملعب اون كانت حريصه على زياره نجم منتخبنا الوطني للشباب والحاصل على برونزيه كاس العالم بالارجنتين 2001 ونجم نادي غزل المحله محمد العتراوي للاطمئنان على صحته وطمانه كل جماهير الكرة المصرية بصفة عامة وجماهير غزل المحلة بصفة خاصة. في البداية عتراوي، الحمد لله على السلامة، وطمنا ايه اللي حصل. الله يسلمك يا حبيبي. اولا طبعا تحياتي للكابتن شوبير ومتشكر على اهتمامه. ثانيا الحمد لله بحمد ربنا على اي ابتلاء، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله نحمد ربنا نشكر فضله ان هو فاكرنا. والله هو انا رجعت البيت قبل الوعكة، دخلت بيتي الساعة 1 بالليل، صلي قعد شويه وبعدين الفجر اذن صلينا الفجر، وبعد كده حاولت انام ما فيش، كل ما باكل حاجه كانت بترجع الميه بترجع. فضلت كده الفتره لغايه ما مش قادر اخرج ان انا ادعي على حد او مش قادر امسك التليفون واتصل بحد انه يلحقني. كان الكابتن ابراهيم بره، فلما جه دخل عليا فلقاني مرجع كتير والدنيا مش مظبوطه. جبنا الاول حالتين كده اللي هم بيقفوا ترجعوا شويه، دول يعني الحمد لله دول ممكن يكونوا هم السبب ان الواحد نجا شويه. وبعد كده خدوني في العربيه ورحنا المستشفى العام، خدت على اولي محاليلي والكلام ده. وبعد كده ما كانش في غرفه في العنايه في فاضيه في المستشفى العام، اتنقلنا المستشفى خاصه موجوده في المحله. قعدت فيها في العناية 3-4 أيام بس، كانوا صعبين جدا يعني، بس الحمد لله عادت على خير. الحمد لله الواحد شاف الموت بعينيه، الحمد لله على أي حاجة. والله طبعا الحمد لله، يعني هو المواقف دي بتبين المحبة عند الناس أو المحبة عند زمايلك أو كباتن بتوعك اللي موجودين. طبعا كل كباتن المحلة الكبار كلهم الحمد لله جولي، أو الزمايل اللي في النادي كان طبعا كابتن خالد عيد، كابتن صبر عيد، كابتن عمر عبد الله، الباشمهندس علي العباسي، كابتن خالد كرم كلمني، كابتن مصطفى عبدو، اول ناس جت لي المستشفى، كابتن نصر فاروق، كابتن اخويا طبعا يعني جميل على راسي، كابتن عبد الرحمن فهمي ما سابنيش لحظه في المستشفى، كابتن وائل شكر، كابتن طارق محجوب كلمني، كابتن احمد حسن جالي، كابتن محمود صبحي، عشان مش عارف، كابتن ابراهيم طه كلمني، كابتن نادر العشري، كل زمايلي، كابتن عمرو رمضان جه المستشفى بس معايا، مع ان ما كانش فيه مسموح بالدخول في العنايه. في ناس كتير طبعا في المنتخب، كل حبايبي طبعا انت عارف دول عشره عمري، كابتن محمد صبحي، كابتن احمد اليماني، كابتن رضا شحاته، كابتن ابو المجد، وائل رياض، جمال، محمد عبد الواحد كلمني، كلم كابتن ابراهيم او تقريبا كلم جوز اختي، كلهم يعني في ناس كتير اتوصلت الحمد لله معايا يعني. والمحله نفسي ترجع للمكان الطبيعي بالجهاز اللي موجود، اللي هو موجود دلوقتي بيا باي حد، المهم المحله تبقى في مكانها الطبيعي وربنا يوفق كل الاصلح والكويس اللي هو لصالح نادي المحله مش لصالح العتراوي او غير العتراوي.